الرحيم. منتدى جامعة اليمامة هي فعالية وطنية سنوية حرصت جامعة اليمامة منذ العام 2015 على إقامتها وتنويع موضوعاتها وربطها بما يحقق أو يسهم في تحقيق رؤية 2030. وحرصت الجامعة على تغيير موضوع المنتدى بحسب تخصصات الجامعة وتخصصات كليات الجامعة، بحيث ترعى كل كلية بالجامعة المنتدى في إحدى السنوات بشكل دوري، وبالتالي تشرف الكلية بحسب تخصصها على اختيار الموضوعات الفرعية وموضوعات النقاش وموضوعات البحث العلمي على أن تكون في إطار رؤية 2030 وتسهم في مناقشة مكونات الرؤية وآلية تحقيقها، وبالتالي يتحقق الفائدة على المستوى الوطني والمجتمعي وكذلك للطلاب وأعضاء التدريس على المستوى العلمي والأكاديمي والبحثي. من ضمن فعاليات المنتدى اليوم جلسة لتقديم أوراق العمل للجهات ذات العلاقة والتي ترغب في مشاركة خبراتها وإسهاماتها في تحقيق رؤية 2030 فيما يتعلق بموضوع المنتدى وهو الشركات العائلية واستدامتها. لدينا أيضا من الجانب البحثي العلمي والأكاديمي جلسة للبحوث العلمية الأكاديمية المحكمة التي أشرفت اللجنة العلمية للمنتدى على انتقائها وتحكيمها وحظت بقبول اللجنة العلمية، وسيتم إن شاء الله نشر هذه الأبحاث العلمية بعد انتهاء المنتدى لفائدة الباحثين المتخصصين في هذا المجال. إنه نقل المعرفة ونقل الخبرات هي أحد القضايا التي تناقشها جلسات المنتدى، سواء المحاضرات أو حلقات النقاش أو أوراق العمل أو البحوث العلمية المحكمة. وكما ذكرت كل إسهامات وكل فعاليات المنتدى اليوم ستكون موثقة وستنشر لفائدة الباحثين وفائدة المهتمين، بحيث يكون هناك إسهام من المنتدى في دفع عجلة التطوير في هذا المجال على أسس علمية راسخة.